مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من بوكس تو بوكس. كان لازم يحصل الالم عشان خاطر الاهلي يقرر تصحيح الاوضاع. لما اتخذ قرار مفيش مدير كوره، لما اتخذ قرار ان المدير الفني يتحكم في كل قواعد اللعبه وفي كل جدران الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، كان قرار خاطئ ولازم نعاتب على من اتخذ هذا القرار. اذا كانت لجنه التخطيط اداره النادي متخذ هذا القرار، او خلينا نكون ادق، الذي وافق على رغبه مارسيل كولر المدير الفني ان يتحكم كل هذا التحكم الذي وصل لمرحله الدكتاتوريه في اداره شؤون فريق كره القدم بالنادي الاهلي، اخطا. مارسيل كولر على المستوى الفني، بص مفيش مدرب زيه في مصر في اخر 20 سنه عشان نتكلم. يعني هتقول لي فايلر، مايلر، زكي، علي، جمعه، كل الكلام ده، ولا بص اللي عمله مارسيل كولر مع النادي الاهلي ما عملوش غيره ومش هيعمله غيره في الفتره اللي جايه، يعني في ال 20 سنه اللي جايين، عشان بس ايه نحسم مساله التقييم الفني لمارسيل كولر المدير الفني. ده راجل استلم فريق مهلهل بعد موسم 21-22، خرج بموسم 23-24 بعد سنتين كسبان كل 2 دوري و2 افريقيا و2 برونزية عالم و2 سوبر مصري ولا 3 سوبر مصري و2 كاس مصر، كل حاجة. اللي يعمل كده يبقى مدرب على المستوى الفني ما جابتوش ولادة، يبقى راجل ذاكر المنتاليتي بتاعت اللعيب المصري بشكل سليم ونجح نجاح مبهر مع منظومة كانت بتقوم بدورها بالشكل الأمثل. لكن أول ما المدرب يجي له إحساس إنه يركب ويدلدل رجليه، خلاص لازم تعمل له ستوب. مظبوط كده؟ ماشي سعد عبد الحفيظ، حاضر. جيب خالد بيبو، حاضر. ماشي خالد بيبو، حاضر، بس تجيب سين، لأن هذا المنصب ما ينفعش يشغر في النادي الاهلي. طب ليه؟ هو مارسيل كولر مش هيقدر، مارسيل كولر عايز يتحكم في القرار، مارسيل كولر من حقه لما حد يغلط هو ياخد العقوبه اللي هو شايفها مناسبه، يشيل العقوبه، يحط العقوبه، يقرر ده ما يحصل كذا، حقه. مش هو المدير الفني المتحكم الاول؟ نلغي اللوائح. انا موافق. محدش يقول لي بقى لائحه فريق اول، محدش يقول لي اصل احنا ماشيين بنظم ومبادئ، خلاص نلغي. يبقى هذا الرجل اللي شايفه صح يعمله يا جماعه، بنقول للعيبه تعال امضي على ورقه من سطرين قبل الموسم، اللعيب بيمضي على اللائحه. لا، هنقول للعيبه الاهلي تعالي قبل الموسم امضي على ورقه من سطرين، اللي يقوله كولر ينفذ، خلاص امضي. خش مروان يمضي، يخش اكرم يمضي، يخش امام يمضي، ويخش كهربا يمضي، ويخش عطيه الله، كل الناس تخش تمضي، خلاص. هل ده صح في فريق بحجم الاهلي وبحجم نجوم الاهلي؟ لا طبعا. طب غير اللوائح والنظم والتاخير على التدريب واللاعب اللي يخش يشوح لما يخرج من الماتش يغير، واللاعب اللي يخبط ازازه برجليه، واللاعب اللي يدعي اصابه، كل الكلام ده اللوائح بتشرعه وبتعمله. لكن كمان المسؤول عن غرفه ملابس الاهلي عم حارس نجم، نجم، حط صورتك جنب صورة عم حارس في السوشي، الناس هتجري على عم حارس في السوشي، نجم، اشتغل في النادي الاهلي، فما بالك بقى كباتن النادي الاهلي، وما بالك لعبت النادي الاهلي، وما بالك بقى اغراءات النجوميه في النادي الاهلي. لازم لها واحد عامل زي الشواش عطيه كده، عارف الشواش عطيه؟ برخمت بوشه ده المقفول ده، طب ما خدمتش معاه قبل كده، فاكرين الافلام دي؟ هو عايز شواش عطيه. يعمل ايه الشاويش عطية؟ يحجم اي واحد قد يصيب الغرور من النجومية، من البطولات والالقاب، وراح في كل حتة الناس تهتف والناس تغني، ما هو جمهور الاهلي في كل حتة. جمهور الاهلي مال الدنيا، نمل في التشبيه يعني، كتير جدا. فالنجومية بتغري، والاحساس بالتشبع قد يأتي، والاحساس بالتعالي شوية قد يصيب لعيب، ما نفس بشريه، يبقى لازم له الشاويش عطيه. طيب الشاويش عطيه ده احد
اهم مهام مدير الكوره انك تبقى الشاويش عطيه. يعني ايه؟ يعني في واحد زي الاب كده في البيت مفيش هزار، بيجي في وقت تيجي الست الام تقعد تدلل تعمل تيجي تكشم ما تعرفش حتى لو ضربت، لكن الاب بنظره الواد يجري. ده مدير الكوره. الاهلي تنازل عن هذا الحق، تحمل بقى، وكان لازم يعني يحصل الالم وتخسر السوبر الافريقي والدنيا تهيج وتلبس في الحيطه وتخسر 2 مليون دولار ويركب الزمالك عليك على السوشيال ميديا ويركب الزمالك عليك في كل حاجه، والزمالك النهارده بيتكلم ونجومه بتتكلم في كل مكان انه ايه يعني دوري ابطال افريقي عادي، ده السوبر الافريقي زيه زي نهائي القرن 2020، الكونفدراليه زي دوري ابطال افريقيا. كابتن احمد سليمان بيقول حرام فريق عالمي باداء عالمي زي الزمالك ما لعبش كاس عالم للانديه. ليه؟ حقهم، ليه؟ حق لعيبه الزمالك ومسؤول الزمالك، كسبوا الاهلي في السوبر يعني متزعم القاره في هذا العام. خد بالك. طيب انت مكنت الزمالك انه يكسبك مش بس فنيا، ما هو انت ممكن تلعب فنيا وهو يلعب فنيا وهو يكسبك. هي الكوره كده ما فيهاش كبير طول الوقت وما لهاش عزيز طول الوقت، لكن ان انت ما تلعبش اصلا وهو يلعب فيكسبك فده اللي بيدعو للاندهاش. طب انت ما لعبتش ليه؟ كله بهوات. طب مين اللي هيشتغل؟ كله بشوات. قال طب فين الانفار اللي هتشتغل في الارض؟ وكله بشوات. كل اللعيبه بقت بشوات. ليه بقول كل اللعيبه بقت بشوات؟ عشان الماتش نفسه فنيا لما الاقي الالتحامات في الملعب اللي هي تحديدا رمز القوه في الاداء كلها لصالح الاهلي الزمالك اسف، يبقى انت ما عندكش قوه في الاداء، يبقى انت قلبك مش جامد في الملعب، يبقى انت روحك في الارض مش موجوده اصلا، يبقى انت ايه؟ حماده. يعني ايه حماده؟ يعني متدلع. يعني متدلع عشان ما فيش بابا. ليه ما فيش بابا؟ اصله لجنه التخطيط وافقت كولر ان ما فيش مدير كوره. خلاص ده هزار. النهارده الاهلي قرر، قال لك لا ارجع بسرعه امسك الحق القف كابتن محمد رمضان، وما كتبوش بقى مدير كوره، مدير رياضي. هل معناه ان هيبقى في صدام مع كولر في القصه دي؟ ده كولر مسافر، كولر اصلا مسافر بعد الماتش في سويسرا. الاهلي قال لنا كده وقال لنا بعد ما يرجع هيجتمعوا بيه، فحطه مدير رياضي للنادي. حلو كده اهو، اللجنه اجتمعت، عقدت لجنه التخطيط اجتماع بعد ظهر اليوم برئاسه كابتن خطيب المشرف العام ورئيس النادي والمشرف العام على الكره. حضروا الكابتن مختار رئيس اللجنه والكابتن زكريا ناصف والكابتن محمد رمضان عضو اللجنه والكابتن حسام غالي عضو المجلس واللجنه. تم استدعاء الكابتن سامي قمصان المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره، الاستماع الى رؤيته بخصوص العديد من الامور الخاصه بالفريق بعد مناقشات وتقييم كامل للمرحله السابقه والترتيب للفتره القادمه بما يخدم منظومه العمل. قررت اللجنه تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا لا اختصاصات مدير الكوره. يعني ايه تعينه مدير كوره وانا قايل لا؟ يا ابني ده مش مدير كوره، كولر ده مدير رياضي اهو، بس ليه اختصاصات مدير الكوره؟ يعني ايه برضه؟ هو مدير كوره ولا مدير رياضي للنادي؟ يعني شغلته في النادي كابتن رمضان مدير رياضي ولا مدير كوره؟ يعني مهام المدير الرياضي اللي هي خارج اطار الفريق الاول عنده ولا ايه؟ معرفش. ولا عشان كولر مش عايز مدير كوره فهنسميه مدير رياضي لكن يخش في اختصاصاته مهام مدير الكوره؟ يعني هيقعد على الدكه جنب كولر في الماتشات ولا لا؟ معرفش. يعني هيبقى في اوضه اللبس بين الشوطين وحقه موجود في كل السفريات ويبات معاهم في كل المعسكرات، هو اللي يقول للعيبه اوكي على كذا او لا على كذا او ما تسهرش او تسهر او ياخد منه اذن او ما ياخدش منه اذن، او يكلمه في التليفون او بالليل يشوف اللعيبه في البيت ولا لا، يقول لهم صوروني فيديو ابعتوا لي والكلام ده ولا لا؟ معرفش. طب لما كولر ياخد قرار هل الكابتن رمضان من حقه يعدله او لا؟ معرفش. مدير رياضي تخش في اختصاصاته مدير الكوره. وفي ذات الوقت مشرف على اداره السكاوتنج واداره التعاقدات
يبقى اذا النادي الاهلي بيقول ان احنا مش مبسوطين من شغل اداره السكاوتنج فجبنا لها مشرف، مش مبسوطين من شغل اداره التعاقدات فجبنا لها مشرف. اهو لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الامثل، وتقدم الكابتن محمد رمضان باستقالته من لجنة التخطيط، فيما اكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله الكابتن سامي قمصان من جهد للمهام الادارية وعودته يعني لشغلته ك او مكانه الطبيعي كراجل فني كمدرب عام للفريق. ادي القرار اللي اخده الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط، لكن فيه اعتراف كامل ان القرار الخطأ والموافقة على عدم وجود منصب مدير كورة. ليه انا بقول كده؟ الشباب لو رجعوا لنا ورا كده 20 يوم هيطلعوا لي ورق بتاع حمرة زي دي اللي الاهلي بيحطها على البيج بتاعته على الموقع الرسمي بتاعه شبه دي كده بالظبط اهي. شوفوها لي كده يا شباب، هاتوا لي دي اهي زي دي كده. هتلاقي فيها مفيش مدير كورة. قرار الاهلي عامله رسمي. مفيش مدير كورة، الاكتفاء بالكابتن سامي قمصان قائم بعمل. الاهلي قال ده رسمي. هذا التراجع بيأكد ان القرار الخطأ كان الغاء منصب مدير الكورة لاجل كولر. طب احسن مدرب جه في اخر 20 سنة طبعا. انجازاته لن تتحقق على المدى القريب طبعا. فنيا ما جبتوش ولادة 60 طبعا. لكن ان يتحكم مفردا في منظومة بحجم منظومة الكورة في النادي الاهلي ده خطأ فادح. بيتصلح. كابتن رمضان موعود يجي بعد السوبر، يعني بعد 30 سنة بتكرر نفس الموقف. الاهلي لما خسر من الزمالك سنة 94 في السوبر كانت خسارة صادمة ترتب عليها احتجاجات وحكام بعد طرد الكابتن محمد يوسف، والاهلي حتى تخلف عن يلعب في افريقيا سنين وما خدش بطولات، والزمالك خد بطولات، ودخلنا في قصه بقى القرن والبطولات والحواديت اللي انتوا عارفينها دي. جه على طول بعد السوبر في 94 كابتن محمد رمضان. وقتها كان لسه مبطل في النادي الاهلي. وبعدين قعد سنه واحده. وبعدين استلم مكانه الكابتن الله يرحمه ثابت البطل. وكابتن رمضان خلاص مسك مره الاكاديميه وبعدين مشي والحاجات بعيد عن الفريق الاول سياسه انا. وبعدين في 2010 مسك مدير كوره في المقاولين العرب، وبعدين حاجات كده يعني اللي هي بعيد عن النادي الاهلي. ثم عاد بعد 30 سنه عشان يتكرر نفس الموقف. الوضوح في الحاجات دي لازم يكون هو السمه. مدير كوره ولا مش مدير كوره؟ هل ده هتعمل صدام مع كولر ولا لا؟ هل تم الاتفاق مع كولر على ده ولا لا؟ هل وافق المدير الفني ولا لا؟ هل كان هناك داعي للاستعجال في اتخاذ القرار واعلانه قبل ما يجي كولر من سويسرا ولا ليه؟ يعني اذا كان الامور تمام طب ليه ما استنتش لما كولر يجي من سويسرا بعد 3 4 ايام، فات يومين ولا ثلاثه، و بعد 3 4 ايام يجي من سويسرا بتقعد وتجتمع وهو معاك في الاجتماع وبتصور الصوره وتكتب بعد مناقشات وبمشاركه كولر كابتن محمد رمضان مدير كوره او مدير رياضي وقائم ويخش في اختصاصاته مدير الكوره. ايه السبب ان القرار صدر دلوقتي؟ النادي الاهلي اهو قررت لجنه التخطيط في اجتماع اليوم بحضور كابتن خطيب رئيس النادي المشرف العام على الكوره قبول اعتذار الكابتن خالد بيبو عن عدم التقدير عن جهده بسبب ان فضل عن المساهمات كذا كذا كذا، وكلفت الكابتن خالد بيبو مهمه المنصب. يا ابني ده بتاع استقاله، ما حدش يجيب حاجه يا جماعه، ما حدش يجيب. انا بشكركم جدا. ما تطلعليش على الهواء حاجه لما تتاكد انها صحيحه وسليمه. فاللي عايز اقوله ان مستر كولر هل الكلام ده تم بالاتفاق معاه ولا لا؟ انا ما اعرفش. وخد بالك الاهلي دلوقتي في مرحله الاستهداف. هتلاقي كل منافسينه في مرحلة الاستهداف ليه. تقليل بقى منه وتقليل من انجازاته وتقليل من نجاحاته السنين الاخيرة وتقليل من لاعيبته. اكرم توفيق عنده فكرة، ده محمد هاني ده ما بيعرفش يرفع الكورة، ده يحيى عطية الله صفقة فاشلة، ده ياسر ابراهيم ما عندوش فكرة، ده وسام ابو علي ما ده بيجيب اجوانه بالحظ، ده حسين الشحات ده لولا ما اعرفش ايه، امام عاشور اساسا هو ده امام عاشور الحمد لله انه ماشي بالزمالك والحمد لله انه ما اعرفش ايه. هتلاقي المرحله دي اسمها مرحله استهداف. استهداف موجوده في النادي الاهلي.
وهتكلم بعد شويه على القصه دي. هذا القرار خارجه سليم وتصحيح لخطا، لازم نقول كده، هذا تصحيح لخطا، مش قرار في اطار القرارات الطبيعيه في النادي الاهلي، ده تصحيح لخطا، رحيل مدير الكوره قرار خاطئ 100%.